يعمل مركز الإعلام والترفيه في مدينة الشباب 2030 على تعزيز شعار المنامة عاصمة الإعلام العربي عبر تقديم أكثر البرامج طلبا في المجال الإعلامي وتوفير أعلى المعايير التدريبية للدخول في سوق العمل. المزيد عن المركز الإعلامي في مدينة الشباب 2030 في التقرير التالي. يعد الأقرب إلى المشاركين مركز الإعلام والترفيه في مدينة الشباب 2030، حيث يجتمع الشباب والناشئة للاستمتاع بتجارب إعلامية وترفيهية ممتعة والتعبير عن أنفسهم وتطبيق أفكارهم بحرية. طبعا محطة الإعلام والترفيه هالمرة داشة بشكل آخر، وجه آخر، من خلال طرحها لبرامج عديدة ما يقارب 45 برنامج ل 50 برنامج مع الورش. فعشان نربطها في المنامة عاصمة الإعلام العربي، قدمنا هالمرة برامج ذو مستوى عالي من قبل مدربين ممكن أن يعني ينشرون طاقتهم وإبداعهم في المشاركين في مدينة الشباب عشان ينتجون أعمال. ومن ضمن هاي البرامج يعني برامج مختصة بالإعلام مثل التصوير والمونتاج وغيرها من البرامج، حتى البودكاست والصوت. هالمرة تفرعنا بتفاصيلهم وخلينا حق كل برنامج مخرج، وهاي المخرج راح ينفذونه المشاركين عشان ينطرح من ضمن هاي المناسبة. طبعا مصطلح الإعلام مصطلح كبير ويقع تحت مظلته العديد من الفنون والثقافة وكل الأشياء. الجانب الموسيقي في ستار ميكر في العديد من المواهب الشابة والطموحة اللي حابة تسقل موهباتها، واللي هي في النهاية بتشكل جزء من الصورة الإعلامية والوجه الإعلامي لمملكة البحرين اللي هي منامة عاصمة الإعلام العربي. فتطور هذه المواهب ووجودهم المساحة اللي يقدرون يسقلون فيها مواهبهم أكيد راح تحقق هدف من أهداف المنامة عاصمة الإعلام العربي. يحظى المركز الإعلامي بمشاركة واسعة واهتمام بالغ من قبل الشركات والمؤسسات الإعلامية وشركات الترفيه الرائدة، حيث يتمكن الشباب من العمل والتعاون مع الخبراء والمبدعين في مجال الإعلام والترفيه لتطوير مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم وسط بيئة مثالية تدعم الابتكار وتطوير المحتوى الإعلامي. طبعا الموسيقى والفن جزء لا يتجزأ من الإعلام بشكل عام في البحرين، وان لازم الموسيقى تكون موجودة في اي محفل بيكون يعني موجود في البحرين، فلازم ان احنا نسقل هاي المواهب وننميها ونطلع القدرات الشباب البحريني في اي مجال من المجالات. يسعى مركز الإعلام والترفيه في مدينة الشباب 2030 من خلال برامجه هذا العام إلى تحقيق شعار المنامة عاصمة الإعلام العربي، برامج تعزز المهارات وتنمي المواهب الإعلامية وتعزز التفاعل الاجتماعي والتعليم المستمر وفق أعلى المعايير.